شاكر مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة سوس مسا. احنا اليوم نظمنا هذا الحفل على شرف التلاميذ المتميزين وايضا الأساتذة المتميزين خلال هذه السنة وايضا المؤسسات التعليمية اللي عرفت اعلى نسب النجاح. من طبيعة الحال هذه السنة هذه يعني الفرحة فرحتين، لان اولا شفنا 78.21 ديال التلاميذ نجحوا في البكالوريا، ولكن شفنا 55% ديال التلاميذ حصلوا على ميزات، وهذا للرقي والارتقاء بالمنظومة التربوية وبالفعل التربوي داخل المؤسسات التعليمية. أيضا هذا اليوم شفنا أعلى معدل لذوي الهمم اللي حصل عليه واحد التلميذ 17.58، أيضا أعلى معدل في المؤسسات السجنية اللي حصل عليها واحد الوليد جاب 16.50، ومن طبيعة الحال خدينا أعلى معدل في المنطقة ديال الزلزال واللي حصلت عليها واحد التلميذة، وهذا الشيء كيشرفنا. كنشوفوا أن بالرغم من أن هذه الجهة ديالنا عرفت واحد الدخول هذه السنة صعب، لأن الزلزال ضرب قوة داخل الجهة ديالنا وخصوصا بالإقليم ديال تارودانت، وحنا كنعرفوا أن الانعكاسات ديال هذه الكارثة الطبيعية راه ما كتبقاش محصورة غير في تارودانت، ولكن الأسر يعني الحركية ديال الأسر، وهذا الشيء كينعكس على جميع المواطنين. ولكن بفضل المجهودات ديال الجميع قدرنا نرفعوا التحدي وقدرنا نوصلوا لهذا المستوى هذا وهذه النسبة هذه اللي هي أول أعلى نسبة اللي كنحصلوا عليها يعني في إطار الجهة الجديدة اللي هي جهة سوس مسا منذ 2016. وشكرا يعني لرجال الإعلام على الحس المواطنة اللي كيتحلوا به وعلى المواكبة ديال جميع الأنشطة اللي كتقوم بها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، ومرحبا بكم في هذا الحفل البهيج. شكرا لكم. الحاصلين في الإعاقة الحاصلين على شهادة البكالوريا، وهذه تجربة أيضا من التجارب الناجحة. السلام عليكم، انا اسمي سميره خزاز، حاصله على اعلى معدل في جهه سوس مسا 19.55 من مدينه تارودانت مؤسسه اقرا. واليوم انا جد فخوره وجد سعيده نكون في هذا الحفل هذا اللي تنظم من طرف الاكاديميه الجهويه، وكنشكر بزاف المديره ديال الاكاديميه الجهويه وفاء شاكور، شكرا بزاف، ولكاع اللي كانوا حاضرين كاع لي زورغانيزاتور. فريمون هذا الحفل كان دعم لينا وشكرا. تشريف السيد الوالي لنا معية وفد وازن من شخصيات مدنية وعسكرية وأمنية وحاصلين على النتائج المتميزة، ونتمنى أن نتتبع هذه. بسم الله الرحمن الرحيم، اسمي عبد الرحيم أيد سيدي هوم، تلميذ بثانوية بن سليمان الروداني، حاصل على شهادة البكالوريا لهذه السنة بميزة حسن معدل 15.80. من هذا المنبر أولا كنت نازل بداخلية معهد الأمير مولاي حسن تابع لمنظمه العلوية لرعاية المكفوفين. من هذا المنبر كنبغي نشكر المنظمه العلوية لرعاية المكفوفين المركزية وكذلك فرع تارودانت، وكنبغي كذلك نشكر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين يعني اللي كترأسها الوفاء شاكر، كنشكرهم. وكنبغي نشكر المدير ديالي بثانوية تيبو سليمان الروداني محمد جليل لأنه تعاون معنا وخلى لنا فرصة أننا نكون في الإدماج، ويعني حققنا الحمد لله نتائج اللي هما نتائج مزيانة ولله الحمد، وشكرا لكم. نبدأ بالتلميذ الحسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا تلميذ محمد الحوس من ثانوية الحسن الثاني المتحصل على أعلى معدل في شعبة علوم رياضية باء بمعدل 19.21. اليوم تم تتويجنا في حفل بأكادير، حيث تم تتويج التلاميذ المتحصلين على أعلى معدلات في كل مسلك، ولقد كان حفلا متميزا في جميع النواحي من حيث الجوائز وكذا الحضور الكريم. ورغم الصعوبات التي رافقتنا طيلة هذه السنة من حيث الإضرابات وكذا طول المقرر الذي أكملناه بشق الأنفس، ولكن والحمد لله تحصلنا على هذه المعدلات بفضل الله أولا وبفضل والدينا وسهرنا كذلك، والحمد لله. والسلام عليكم. هي ملاهة
في الحقيقة دارت واحد الزوين ممكن طاقة ويشتغلوا بها كان طبيب التكوين اللي تفضل مشكورا وهذه الفرصة واستاذ محمد من جهتي هذا